وللاسف انا زي الغايب رحت واخدها وحطيتها في جيبي. وانا مروحه قابلني كمين بيفتشوني، لقوا معايا حته الحشيش. وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني 100 دولار كنت لسه راسمها. يا نهار ازرق، يعني القضيه بقوا اتنين، مخدرات وتزوير. في حظك الهباب. هو فعلا هباب. صارفين لما رحت النيابه ايه اللي حصل؟ جالي المحامي قال لي ولا تقلق، كل انواع القواضي دي بتخلص بحاجه واحده بس، قول ان الضابط وهو بيفتشك انت رفضت، واول ما رفضت راح رمي لك الحشيش ورمي لك ال 100 دولار. عدت عليا الحاجات دي كتير. بس للاسف بقى انا رفضت وقلت الحق، واول ما قلت الحق جيت هنا على طول. نورت يا دولار. المواريتك يا حضرة الظابط مبقاش لعله. أنا سعيدة جدا إن أنا هشتغل مع الأستاذ جلال أبو العزم من أكبر المحامين في البلد. الشرف ليا أنا يا أستاذة، وياريت تعتبر المكتب مكتبك، ولو عزت أي حاجة أنا تحت أمرك. ميرسي جدا يا فندم، ويا رب أكون عند حسن ظن حضرتك وقد الثقة الكبيرة اللي حضرتك مدهالي دي. إن شاء الله، أنا متفائل فيك خير. فضل حضرتك على الأرشيف عشان تشوف نوعية القضايا اللي إحنا بنشتغل فيها. هتلاقي مدني وتجاري وأحوال شخصية، ولو في أي استفسار أنا تحت أمرك. اوكي، بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا استاذه، مع الف سلامه. زي ما بقول لك كده يا باشا، حسام الهلالي بيتاجر في حبوب الهلوسه وعامل دولاب، واللي بيساعدوه العيال الجرابيع دولار وعريال. دولاب وحبوب هلوسه؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ بصراحه يا باشا انا ما شفتوش بعناية، بس في مساجين قضوا منه قالوا لي. والله يا عيال جايب بوظ لي المساجين. اسمع، انا عايزك عينك عليه وعلى اي حاجه بتحصل وسط المساجين. عارف اني بعتبرك عين من عيوني، فاهم؟ انت تأمرني يا باشا. لعله خير ان شاء الله. طيب روح شوف وراك ايه. ماشي يا حسام هلالي. جرعية، انت مش ناوي تتهدي بقى وتبطل شغل الوساخه اللي جواك؟ مش فاهم قصدي سعادتك. ولا امور اللاوع وشغل الحورتجيه ده مش عليا، فاهم ولا لا؟ انا لا ملاوع ولا حورتجي، انت اللي فاهم ولا لا؟ ده انت مش مرتشي وبس، ده انت قليل الادب وبجع كمان. شهر حبس انفرادي، يمكن تتربى يا حسام يا هلالي. انت عامله تعملها يا عمر؟ عملت ايه بس يا ماما؟ اديني سبب واحد يخليك تسحب كل الفلوس دي من غير ما تقول لنا. البنك اللي انا شغال فيه بيدي فايده اكبر من البنك التاني، بس حط الفلوس من هنا حطيتها هنا، بس هي دي كل الحكايه. يا سلام، وطبعا لولا هي اللي قالت لك ما تقولناش، صح؟ وطي صوتك وتكلمي بالراحه يا ريت. خايف على مشاعرها. يا حرام يا حرام، مش عرفنا اصلا نكلمك صح. وانا هكذب عليكي ليه بس يا حبيبتي؟ ادينا اللي يثبت لنا الكلام ده. وانا موافق، بس ما تتكلميش مع لولا ولا نص كلمه. لا والله. حاضر حاضر يا زي عمر. ماما النبي ما تزعلي، ما تسمعيش كلامها دي. انا اذنك انا رايح اوضتي. من ساعة ما بنت الرقاصة دي جت واحنا ما عندناش غير المشاكل. انا قلبي مش بيطمن. ايميل حاسه انه بيكذب عليا. حاسه انه ماما طول عمره بيكذب علينا يا ماما. والله ما انا عارفه اخرة الطريق اللي ماشي فيه يا عمر. كله من العقربة اللي بره دي. استني شويه يا ماما وانا هطفشها لك. وبعدين يا ساهر، هتفضل كده ساكت على طليقتك؟ انا رايي يا جماعه نسيبها تهدى شويه، يمكن تفكر ان هي ترجع. مش هترجع يا بابا، شاهين ده عملت كده وخبت حملها 9 شهور عشان تمسك زمام الامور. خلاص ارفع بقى عليها قضيه وجرجرها كمان في المحاكم. يا سلام، واحدة تخبي حملها ومش عايزة ترجع لك، ومش عايزاك كمان تستخدم حقك الشرعي ربنا حقهولك. يا ماما اللي بتقوليه ده برضه مش هينفع، لأنها ولدت خلاص، وبكده يحق لها إنها تقبل أو ترفض تعيش معايا. يعني يعني عشان ترجع لي لازم يكون بمزاجها، ده غير بقى إن هجيب لها شبكة جديدة ومهر جديد ومؤخر جديد. بنتي اللذينة لعبتها صح قوي. يا جماعة يا جماعة، قضية إيه اللي إحنا نرفعها؟ احنا عندنا ولد دلوقتي منها، يعني بقينا اهل، هنزود المشاكل نحط عليها مشاكل تانية؟ احنا نقعد كده نفكر مع بعض بهدوء ونشوف حل يرضي جميع الاطراف.
واضح كده ان الحلول التقليديه مش هتنفع معاها. بقول لك ايه يا عاطف؟ هو احنا يعني مش اصحاب؟ اصحاب ايه؟ ده احنا اكتر من اخوات. طمنتني الله يطمنك. بس ايه لازمته السؤال ده؟ يعني بصراحه يعني كده انا كان يعني في طلب كده نفسي اطلبه منك بس مستحي. رقبت يا شقي. بص انا معايا 7662 جنيه وربع. كنت طمعان يعني ان انت تكملهم لي عقبال ما اقفل المبلغ واعرف اسافر. شوف يا كامل يا اخويا، انت فاجئتني وانا مش عارف اقول لك ايه. عشان خاطري يا عاطف، عشان خاطري ليك وهتاخد وعليا وهديك. اول ما هسافر هلم المبلغ وارجعه لك بالفوائد كمان. يا كامل يا اخويا، انا راجل صاحب مبدا، لا احب اسلف ولا احب استلف، وبزنس از بزنس. بزنس از بزنس. ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في دوره الميه. ده تكنيله وانت شبه الكشك. ايه اللي بتقوله ده يا فاطم؟ انا برج مني فوق هيطير. والنعمة الشريفة، هو ده اللي حصل. هو ده الكلام اللي قاله لي المعلم شعلان لما عرضت عليه ان احنا نورط له بضاعي. ومين الناس دول اللي ادوا السلاح؟ هو في حد غيرنا في البر كله بيتاجر في السلاح؟ حاولت افهم منه، ما رضيش يقول لي اي حاجه. اسمع يا طاهر. ايه؟ عاوزك تروح لحكمة وتجرد المخازن مخزن مخزن وسلاح سلاح وما تعوقش. مفهوم؟ مفهوم. ورحمة ابويا لو طلعوا له في دماغي صح ما حاعطيكم واصل. انت تعبتي يا ست الناس ولا ايه؟ لا بخير يا طاهر الحمد لله، لكن قلبي متوغوش قوي قوي يا طاهر. دي اول مره اعمل حاجه زي دي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. جمدي قلبك امال. ان شاء الله ان شاء الله حنتمم المصلحه على خير. ربنا يسمع منك يا طاهر. بقول لك ايه يا ست الناس؟ خير. واني يعني لما احب اندهلك اقول لك يا ايه؟ قول لي يا ام منصور. ان شاء الله حنتمم المصلحة على خير يا ام منصور. يا رب يا طاهر يا رب. على مهلك، على مهلك يا ست هجمة. هو ده المخزن؟ ايوه. هو ماله غريب كده؟ على مهلك يا ست الناس. على مهلك، على مهلك. هدية يا طاهر، حزني يا مري. فين السلاح يا طاهر؟ ده شكله اتسرب. يا شرم حبيبي اشوف هنا. شوف. يا ليلة سودة، ده مفيش ولا حتة سلاح وحدي. يا خرب بيتك يا دياب، يا خرب بيتك يا دياب. ما تعمليش في نفسك كده. الحقني يا طاهر. منصور الحقني يا طاهر. عشان يا ولدي يا طاهر الحقني. ايه ده؟ الحقني يا طاهر. ايه؟ يا ليلة سودة، ده باين انه القرن طش وهتولد الليلة. استرها معايا يا رب. يا طاهر. حسام وحشتيني يا سلمى. انت كمان وحشتيني، بس انا زعلانه منك. ليكي حق تزعلي، انا لو كنت عرفت احميكي ودافع عنك ما كانش ده بقى حلمي. بتمنى الموت يا سلمى، بتمنى الموت عشان اجيلك. عايز تموت من غير ما تاخد لي حقي؟ مش انت حسين، انت اقوى من كده. القوة لي حدود يا سلمى، انا خلاص تعبت وكسرت. تعبت يا سلمى. قول عشان تستريح، عشان تقدر تكمل، عشان تاخد لي حق. ماليش نفس، ماليش نفس يا سلمى. مش عايز تعيش؟ مش عايز تاخد لي حقي؟ قول يا حسين، قول. تعبان يا سلمى. سلمى
سلمى سلمى سلمى سلمى سيدي يا واد ومنصور كمان وزي القمر شبهه شبهه ألف مبروك يا منصور يتربى في حسك يبارك فيك يبارك فيك يا وداد يبارك نفسي نفسي اشوفه نفسي نفسي اضمه انا مش عارف اقول لك ايه يا طه مش عارف اقول لك ليه انت من النهارده دراع يمين انا ما عملتش حاجه ده انا ما عملتش غير الواجب وبعدين انا لحم دافي من خيرك بس هو يعني حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست حكمت بخير والحمد لله بس فيه مخزن من المخازن اتسرق تقول ايه؟ أنا روحت أنا والست حكمت أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما انت قلت لقينا مخزن فيهم مسروق ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى عملوها يا العلام عملوها معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجري يعمل كده كان خبرهم زين دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم طاهر تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي مخزن الاحتياطي؟ ايوه بس يعني اني معرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده وهدان خبره زين المخزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر الحمد لله السلامة يا جنرال الله يسلمك يا أولاد وحشتنا وانت في الانفراد يا فوكس وانتو كمان وحشتين طمنوني عليكم الواد لعل ولاد بوب لسه بيرازوا فيكم؟ اه يرازوا فينا ونرازي فيهم ايامه بنعديها بيعجبني تنكتك يا واد عريان لو لي صحيح شكلك ابن ناس يعني شكلك افندي ايه اللي حدفك على السجن؟ قتلت ابويا قتلت ابوك؟ قتلته ازاي يعني؟ قتلته بالتقسيط المريح على 25 سنه قتلته هو كل يوم شايف ابنه الوحيد بيتنقل بكاس من ترابيزه خضراء لسهرة حمراء قتلته هو شايف شقة عمره بيضيع جنيه ورا جنيه قتلته هو شايف شركته اللي كبرها وطلع عينه عشان تكبر وتبقى من اكبر الشركات وهي بتفلس وهو غرقان في ديونها لغايه ما صحته راحت قتلته لان عيل تافه ما بيهموش الا نفسه يعمل اي حاجه اي حاجه عشان يرضي غرايزه مهما كان الثمن ياه انت طلعت عيل زباله قوي يا جدع واضح ان انا كده فعلا بس هتعمل ايه سي لا في سي لا في ده انت قلبك قاعد يعني انت مش ندمان خالص انك دخلت السجن عليها بص يا مومبي ندمان ومش ندمان لا معلش بقى يا مومبي فهمها لي يعني ايه ندمان ومش ندمان اكتر حاجه حاسه في نفسي ابويا وهو بيموت قال لي انه لسه بيحبني بعد كل اللي انا عملته فيه ده ولسه بيحبني مش المهم انه يحبك المهم انك تبتدي تحب نفسك عشان ترضيه في تربته كل اللي انت قلته ده هو السبب يخليك تيجي معانا هنا بعد ما ابويا مات لقيت نفسي مرمي في الشوارع ما حلتيش غير كلمتين اللغات اللي بعرف اقولهم على كام بدله سنيه اقضي بيهم الحياه اشتغلت الناس اللي حواليا ونصبت عليهم تصدق شكلك يجيب نصاب ونصاب شاطر كمان اكستريملي شاطر مسيو ونصبت في ايه بقى؟ كل حاجه بس بشياكه I have my own style لا رايق يالا انت
طب ما دام انت نصاب شاطر قوي كده، ايه اللي وقعك وجابك هنا؟ شويه كمبيالات على شيكات اتلسعت 3 سنين. 3 سنين؟ يبقى بصرع ريال. عونها يا رب. خير يا معلم علام، عاوز تجابدني ليه عاد؟ اسمعي يا بنت الناس، انت لساكي نفسي ومش هطول عليكي. هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. دياب لو ما رجعش البضاعه المخازن زي ما كانت مش هيحصل. طيب خازن ايه وبضاعتي ايه؟ انا ما خبراش، انت بتتحدث علي. بلاش لف ودوران يا مره. انا ما بعرفش الف وادور، ولما تكوني في بيت الكبير لازم تلزم مقامك. الكبير الله يرحمه. دياب دلوك هو الكبير، ولما تكوني في بيته وهو في غيابه لازم تعمل له 1000 حساب. تبين عليك يا حويطه وهتتعبينا معاكي. وايه المطلوب مني عاد؟ زي ما ابوي قال لك كده، لو البضاعه ما رجعتش المخازن هنجيبه عليها وطيها. ما انا دخلي ايه بالحاجات دي؟ وبعدين انا ما بتحداش. على اخر الزمن تيجي مره زيكي تتحدى ولاد علام؟ افهموها زي ما تفهموها، وعلى ما في خيلكم اركبوها. كده؟ ايوه كده. ماشي ماشي يا بنت التراشله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله الجميع. امين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. جمع معنا دولار. انت ما صليتش معنا ليه؟ ما انا قلت ما اسيبش عريان لوحده. بس استعبط اللي انت مالك ومال عريان؟ بصراحه جنرال اصلي ازاي يعني؟ انا مش حافظ حتى الفتح. بتتكلم بجد ولا بتهزر يا بابا؟ الله يكسفك يا باين. يعني بترسم الجنيه والدولار والين الياباني والبني ادمين مش حافظ ايتين تصلي بيهم؟ اسمع، كل يوم تقعد معايا شويه احفظك الفاتحه وكام سوره قصيره كده تصلي بيهم، وما تقولش لحد على الموضوع ده عشان حاجه تكسف. ربنا يخليك ليا يا جنرال. انا مش عارف والله من غيرك كنت عملت ايه. ده طلع النار. اصلح حالك يا ابني. الفاتحه انا حتى دي مش حافظها. قول ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا مش الرحمن الرحيم، الرحمن. مخارج الحروف مهم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يابا يابا اصحى يابا، يلا عشان تاخد الحقنة. يلا يابا اصحى، ده انت بقالك كتير نايم. يابا 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 ابويا لا اله الا رجعون، لا اله الا رجعون.
جابر والحكم بالإعدام على دياب ثبتت عليكم ومحدش هيسكت، والديابة اللي كنتوا دفنينها في الجحور هتطلع والحكومة حط عينيها عليكم. اوعاك تكون فاكر ان انا اتكسرت ولا المركب بتغرق وانا مداريش. لا فوق، ده انا منصور البطاش ومحدش يقدر يهزمني. خلينا نتكلم بصراحة يا كبير، جابر ولدك الكبير الله يرحمه كان دراعك اليمين وربنا أراد إنه يتقطع، ودياب ولدك الصغير كان رجليك اللي بتمشي عليها، ويا عالم هتقدر تمشي تاني ولا لا؟ وكمان السن اللي حكمه كبير. ما جاش في بالي إنك تاجي بذات نفسك وتقول لي كلام زي ده. هي دي الحقيقة كبير مهما كانت مرة، والكلام ده لمصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا احنا التنين. نهد اللعب على الآخر ونقطع أي صلة بناتنا دلوقت لحد الفترة دي ما تعدي. ودلوقت إيه المطلوب؟ حكمة بنت أخوي تعاود معايا لبيتنا. تعاود كيف وهي مرض دياب وعلى ذمته؟ ما تاخذنيش يا كبير، دياب دلوقت في حكم الميت وحكم الجنون. مش معقول بنتنا تفضل حداكم شهر ولا اتنين وهي يمكن تبقى أرملة. لا يا عمي، أنا قاعدة هنا في بيت جوزي ومش ههم الوصف. إيه الكلام ده يا بنت؟ ده آخر كلام عندي لو كنت عاوز تسمع. اسمع كلام عمك يا حكمة، ما تعنديش. دي مهما كان عمك وهو أضرب مصلحتك. مصلحتي؟ عمي عمره ما فكر غير في مصلحته هو، وجيته ده عشان يأمن نفسه ويبعد الشبع عنه في تجارة السلاح. إيه اللي بتقوليه دي؟ أنا خابرة كل حاجة وعارفة ملعيبك. اتحشم يا بنت. كلام ده فات أوامي، كنت تقوله أيام ما كنت حداك في بيتك، إنما دلوقتي أنا في بيت جوزي وأبو ولدي. ولدك؟ أيوه أنا حبلة. وعرفت كيف؟ ده شغل حريم يا عمي وأنا تأكدت. وقعهم طين بطين. واه وقعهم طين بطين اني حبلي؟ ده بدل ما تحب على راسي وتباركلي. لكن كيف وانت طول عمرك خوان ومالكش خير في حد؟ اخرس يا بنت. وقف عندك يا صادق، كن في علمك حكمة من دلوك بنتي واللي بطنها ولدي من نسل البطاطش، وانت مالكش سلطان عليها ولا عليها. اعتبرني موت زي محروس، فاكره اخوي اللي سيبته في الدنيا يضيع من غير ظهر ولا سنه. انا فعلا متضر منك، وانت من الساعه دي لا من الطراشنا ولا اعرفك. حسرة على الطراشنا اللي ولوا عليهم كبير، ما ماليش مطرحه. اخرسي قطع لسانك. قلت لك حكمة من الساعه دي بقيت من البطاطش ومقامها من مقام بناتي واكتر، واحنا في سلونه اللي يمس طرف مره من عندينا نقطع يده. ماشي يا منصور. اسم الكبير. ولا يهمك يا حكمة يا بنتي، طالما اشتريتيني لممكن نبيعوك واصل. الله يكرمك يا عمي. من دلوك قولي لي يا بوي. أمرك يا بوي. واه 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 واه، معقولة دي؟ مالك يا نجيبة؟ تبكي ولا إيه؟ إيه؟ ليها حق تبكي بدل الدموع دم؟ بكرة حكمة تركب وتدلدل عليها. انتوا اللي جابكم هنا يا بوي؟ هو انت دايما كده؟ احنا جايين نواسوك في مصابك. للان ما تصابتش ولساني حافظة مقامي، وبكرة تشوفوا. قولي لي يا حكمة يا بنتي، انت ليه عملت كده؟ واحدة غيرك كان ممكن تروح مع عمها وتتطلق من دياب وتريح نفسها من الموال ده.
ما تعودتش اهرب عشان انفض بجلدي. ابويا الله يرحمه علمني ما اخافش. يمكن جوازي من الدياب كان جسمه والنصيب ما كانش ليا يد فيه، لكن اختياري اني اعيش معاه لسه في يدي، وانا اخترت اعيش مع الدياب حتى لو كان ميت. اصيله يا بنتي، دلوق بس اتاكدت ان اخترت الولد دياب الزوجه الصالحه اللي تصونه وتوقف في ظهره. بمد يدي ليدك يا عمي عشان تكوني ظهر، اقول لك قلبي يخاف عليك. وانا موافق يا بنتي. وطار محروس ودياب وجابر في رقبتي، مش همل واصل. لا، خلي الطار على الرجاله يا بنتي. وانا مره بميت راجل، والطار ما بيفرقش ما بين راجل ومره، حرقه القلب واحده، واللي ليه طار لازم ياخده. هفارم عليك يا بنت البطاطش. تسلم ايدك يا حبيبتي. هاي الواد نيكولاس كيدج ده بيعمل افلام عظيمه. عارف يا حسام؟ زمان وانا صغيره قعدت افكر في الشخص اللي هتجوزه وحاولت اتخيله. تخيلت ايه؟ تخيلت انه حد حلو قوي. حلو قوي؟ وبتقوليها في خلقتي كده؟ حلو، ادي اول حاجه ما لفقتش. لا انا قصدي يبقى حلو في الكاركتر بتاعه، يعني مش بس في شكله. حلو في ايه؟ الكاركتر بتاعه. الكاركتر بتاعه؟ جميلة على الكاركتر، حلو في شخصيته يعني. ادي لفقت. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا فيه حاجة حلوة وحاجة وحشة، ادينا عرفنا الحلو، نعرف الوحش بقى. حرام عليك يا حسام، احنا لسه متجوزين وعايزين نشوف منك حاجة وحشة. لا بجد يا سلمى، بصي بقى، لو في أي حاجة فيا مش عاجباكي قوليها لي وش كده. ليه؟ أنا واخد معاكي حسبة 60 70 80 سنة، إلا بقى لو ربنا مش رايد ونزلت مأمورية قمت منشوش طلقة بين حواجبي فبقيت أنت. إيه ده يا حسام؟ إيه كل ده؟ إيه كل ده إيه؟ ايه 60 70 80 سنه دي؟ هو ده اللي همك؟ مش همك الطلقه اللي هاخدها من حاجبي وتبقي ارمله؟ لا بجد يا حسام بتكلم جد، بطل تهريب. ما بهركش. بص انا مش شايفه فيك اي حاجه وحشه، بس في حاجه واحده بس بتقلقني منك وبحاول ما افكرش فيها كتير. ايه؟ ما توهشنيش. ساعات بحس انك شديد قوي في الحق. طب وده غلط؟ لا مش غلط، بس لو زاد عن حده يتقلب ضده. شديد في الحق. طيب بصي، لو كنت شديد في الحق سميها بقى طبيعه، فطره، سلوى عيلتنا، سميها زي ما تسميها. ايوه بس انا بس من اكمل كلام. اهدي بالله كده اكمل كلام. انا حواليا قبلسه كتير يا سلمى، كتير قوي، وشداد شداد قوي، بس في الحرام، عشان كده لازم ابقى شديد في الحق. طب ممكن عشان خاطري تاخد بالك من نفسك، عشان انا ماليش غيرك في الدنيا. النبي مالكيش غيري في الدنيا؟ طيب ماشي، عايزك بقى تشدي حالك كده وتظبطي نفسك، ها، عشان حجزت كام يوم في الغردقه نكمل شهر العسل اللي اتقطع ده. بجد؟ اه والله. طب هنسافر امتى؟ بص يا ستي، اخلص خطوبه الواد محمد واقفل شويه حاجات في الشغل ونطير على طول. طب ونبي قولي قبلها يا حسام، عشان انا ما بحبش المفاجآت. انا بقى ما بحبش غير المفاجآت، مش قلت لك انا بتاع تغيير؟ يوم كده يوم كده، امر كده امر كده، وعامل لك حته مفاجاه بقى دلوقتي. ها مش عايز تعرفيها؟ لا عايز. لا استني بس لما ادفي الواد ميكو السكتش تحسن يبص علينا. غم دايرك يا تعرف يا ابوي، انا ما همنيش حكم الاعدام، انا حتى موتي اللي حارق قلبي من جوا اخويا جابر اللي اتقتل قدامي وما قدرتش اعمل له اي حاجه. اهدى يا ولدي، اهدى عشان نعرف ونفكر وندبر نفسينا. انا خليت المحامي ينقض الحكم. لساني هستنى محامي وحكم تاني. الحكم طلع، طلع يا ابوي طلع، وحبل المشلقه شايفه قدامي. بعد الشر عليك يا ولدي، انت لازم تطلع وتعيش عشان تربي ولدك اللي جاي. ولدي ولدي. ايوه حكمة حبلة. مكتوب علي، مكتوب علي يا ابوي يوم ما يتولد ولدي يكون اخر يوم في عمري. اشوفه يا ابوي، اشوفه قبل ما اموت. حتشوفه يا ولدي وحتربيه.
وهتجوزه كمان. على يدك يا ابني، على يدك تلقاني صرف قوى، احب على يدك. اشوف ولدي يا ابوي من غير لف ولا دوران يا فندم. احنا يشرفنا نطلب ايد بنت معاليك الانسه ريهام لاخويا النقيب محمد. حضرتك قلت ايه؟ ده شرف لينا جميعا، وفي الحقيقه مش هلاقي عريس احسن من النقيب محمد في ادبه واخلاقه وشهامته عشان اديله بنتي ريهام. يا فندم ده الشرف لينا، احنا هنلاقي فين عروسه حلوه وبنت ناس طيبين زي ريهام بنتك؟ بصراحه بقى من يوم موقف النقيب محمد مع ريهام بنتي في النادي وانا بحبه كده لله في لله من غير حتى ما اشوفه. شكرا يا فندم، انا ما عملتش غير الواجب. كلك شهامة يا حبيبي. أنا جوزي الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب أكتوبر، والرئيس السادات إداله نجمة سينا. الحقيقة أولاده الاثنين محمد وحسام ورسين عنه الشهامة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ابن الوز عوام. إيه يا عروسة ساكتة ليه؟ هقول إيه؟ السكوت علامة الرضا ولا إيه يا أنسة ريهام؟ شكلنا كده هنبقى أصحاب قوي يا ريهام. أنا كمان حاسة كده. ربنا يديم المحبة بينا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. طيب نخش في الموضوع سعادتك، حضرتك تقول لنا طلباتك واحنا تحت امرك. في الحقيقه انا ملياش طلبات، انا بشتري راجل لبنتي ريهام. لا يا فندم برضه لازم تقول لنا. يا حاجه انا ملياش اي طلبات ومفيش فرق بينا، اللي تقدروا تجيبوه تجيبوه واحنا نكمل الباقي. يا حاجه صدقيني الحاجات دي كلها شكليات. ايه يا جماعه احنا مش هنشرب الشربات ولا ايه؟ يا سلام حالك. قبل الشربات يا مدام، سعاده الباشا نتوكل على الله نقرا الفاتحه. يلا على البركه. بسم الله. طلبات يا غالي يا ود الغالي. ما تخافش يا حبيبي من اي حد، طول ما انا جنبك لحد ما تكبر ويشتد عودك وتبقى راجل يخوف الرجاله. من ابويا جد. ابوك راح عند ربنا وسابك نايب عنه هنيه، ولازم تبقى قوي راجل وتشرف ابوك. انا باكل فين عشان اكل قوي واكبر؟ مش بالوكل بس يا ولدي، لازم تبقى قوي وتبقى راجل يخوف الرجاله ويبقى قلبك جامد والخوف نفسه يخاف منك وترفع اسم البطاطشه لفوق لعالي، انت وعيالك وعيال عيالك ليوم الدين. لحال الدنيا يا كبير. قلبنا معاك. شد حيلة في ايه يا دي انت وهو؟ مالك يا دي انت وهو عاد؟ ولا حاجة، احنا جايين نوسوك وناخد بيدك في الشدة اللي انت فيها دي. صح، احنا مهما كان في مقام اولادك. واذا كان مثلك راجل ربنا عوض عليك بثلاثة، اعتبرنا دراعك اليمين يا عمي. اكتم خشمك يا دي انت وهو. انا ضفر عين من عيالي برقبة 100 راجل زيكم، وان كان جاب الراح فديه قدر ربنا. ولد دياب حيطلع حيطلع غصب عن عين التخيل. احنا قصدنا انتوا ما تسووش حاجة في سوق الرجالة واصل، ولازم تعرفوا ان انا الكبير وهفضل طول عمري الكبير. ولا انتوا صدقتوا كلام صادق؟ صادق ده انا افعصه برجلي. طب جربنا يا كبير وشفنا رجالة ولا لا؟ جربتكم قبل كده، ويكون في علمكم انا جوزتكم بناتي عشان معاكم شهادات، وهو الجواز سطرة. بس كده؟ بس كده. وحسك عينك انت وهو تفتح الموضوع ده واصل. انا منصور كبير البطاطشة، ويوم ما احتاج راجل يجيني 100 راجل في غمضة عين.
مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم يا كبير. غوره من وشي. حاضر يا كبير. لا 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 معلم شعبان، لا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انا ده انا محول لك المحل الكافيه، عاوز تهلته؟ حقي مش انا اللي هدير المحل يا منير؟ تدير وتقوم تلهوه ببطنك كله؟ عموما انا قلت كلمتي، لو انت عندك كلمه ثانيه قولها، انا ما عنديش مانع اسمعك. امرني. هديك 10%. شويه؟ لا 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 بعيد قوي. هزها شويه لاجل المركب ما تمشي. هو انا بقول لك 10%؟ انا بقول لك 10% المركب قال. ايه نقول مبروك. طيب لا مؤاخذه، يعني ايه موقف اخواتك والحاج؟ الحمد لله كلهم مخلصين تجنيد، ابويا بس اللي خد يعفى. طب موقف ايه وبتاع ايه؟ انا هكلمهم وهاثر عليهم واخليهم يوافقوا. نقول مبروك بقى. مبروك يا منير، ربنا يخليها عتبة خير علينا وعليك. ان شاء الله ان شاء الله. يا منير يا ابني، انت ما قفلتش المحل لغايه دلوقتي ليه؟ ايوه معلش، اصل الزبون ده طالب حاجات بس غريبه شويه، عمال اجمعها على طول. حاجه على طول اهو. اتفضل. ماشي يا حاجه اللي انت طالبها. وطلبت حاجه اهو. 5 جنيه. 5 جنيه بتاعت ايه؟ القرطاس. قرطاس ايه؟ انت هتقرطاس ايه؟ 5 جنيه حق القرطاس بقى عشان نخلص نقفل. خد يبقى لي في ذمتك 5 جنيه. حاضر اتفضل. بغليه قبل ما تنام. ها هواني زعلتك في حاجه يا كبير؟ اكونش انا اللي زعلت انت وهو. اسمع، اللي هتشوفوه دلوقتي يفضل سر بيناتنا احنا الثلاثه، واللي هينطق عنه في كلمه لاي حد يبقى مستغنى عن عمره. اوامرك يا كبير. سرك كبير يا كبير. ده احنا ستر وغطى عليه. سيدي دياغ ولدي، الحمد لله على سلامتك يا ولدي. سيدي دياغ ألف حمد لله على السلامة يا سيدي. ألف حمد لله على السلامة. ازيك يا ولدي؟ بخير طول ما أنت بخير يا سيدي. طاهر مالك مساهم كده ليه؟ لا ده أنا فرحان، ده أنا الفرحة مش سيعاني إن أنت طلعت لنا بالسلامة وخدت البراءة. الحمد لله على السلامة يا سيدي. دياب احنا هربناه من السجن، والسر ده لازم يفضل بيناتنا احنا الثلاثة، ولو طلع يبقى حد فيك اللي بلغ. يبلغوا كيف عن سيدنا وتجراسنا؟ هو احنا نقدر نعمل حاجة؟ ده احنا الفرحة مش سيعانة، ده انا مش عارف اعمل ايه والله يا سيدياب. دي لو ما شاليتكش الارض نشيلك فوق راسنا. تشكر يا طاهر تشكر.
عاوز اتحدث مع ولدي احنا لوحدينا. امرك يا كبير. طب احنا بره، لو احتجتوا اي حاجه اندهولنا. استنوا شويه، المركب اللي جيتوا فيه تدلوا على الغردقه، تشتروا خلقات جديده وتعودوا تاني. اوامرك يا سيدي الناس. يلا يلا يلا. توحشتك قوي يا دياب. ده انت روحي، انت عيني اللي بشوف بيهم، ده انت دراعي اليمين، وانت اللي ورايا واللي قدامي واللي خلق الخلق. لو حد مس شعره فيك ولا هوى بناحيتك تاني لخليه يندم على اليوم اللي اتخلق فيه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل. قولي صح يا ابوي، الناس اللي هربوني دول مين؟ زينين. زينين قوي. دول ناس متخصصين في العمليات اللي زي داي. وانا قلت لك يا ولدي الصبر، الصبر عشان ندبروا نفسينا ونفكروا وندوا العيش لخبازه عشان يخبزوا. وليهم دارين وسط البحر دي يا ابوي؟ اصل المية دي على الحدود، ولو حصل شيء تقدر تهرب بالمركب ده وتطلع برا مصر. وجيب لك معاي البازابورت بتاع جنوب افريقيا. الله ينور عليك يا ابوي. المهم لازم ندلوك نفكروا في حاجتين تنين ملهمش تالت. اول هام مين الخاين اللي دخل الحكومه وسطينا وبلغهم بميعاد العمليه. تاني هام ناخده بطار اخوك جابر. دلوك احنا اطمنا عليك، لازم نطمنه على جابر عشان يكون مرتاح في تربته. قصدك الضابط الكلب اللي كان مسؤول عن العملية؟ أيوة. هو اسمه ايه يا ابوي؟ اسمه حسام الهلالي. تخيل ان معتز لما راح ياخد الفلوس اللي الحاج موصي منير عليها، منير مضاه وصل امانه بالفلوس. منير اخويا عمل كده؟ شفتي؟ الله يكون في عونك يا ايمان. انت هتلاقيها منين ولا منين؟ من اخوكي عمر ولا من اخويا منير؟ ربنا يهديك يا منير. ربنا يهديه ويهدي عمر ويهدينا جميعا. مش انا لو كنت دلوقتي شغاله كنت قدرت الم له الفلوس بدل الحوجه اللي احنا فيها دي. انت هتشتغلي ايه بس يا ايمان؟ حلم حياتي يا منيره ان انا يبقى عندي كوافير. بس اقول لك ايه، ادي الله ودي حكمته. ومين سمعك؟ انا كمان العيال مطهقني ومغلبني. ليه بتقولي كده يا منيره؟ ما انت عارفه فلوس الدروس الخصوصيه ومصاريف البيت، وطبعا انت عارفه شلبي ايدك منه والارض حاطط ايده في الميه البارده. مش عارفه اقول لك ايه والله يا منيره. ربنا يصبرك يا حبيبتي. يا رب ويفكها علينا يا رب. كده طبلت على الاخر. بالعكس دي حلوت وواضح ان لسه فيه امل. امل ازاي ودياب هربان ومحكوم عليه بالاعدام؟ يعني صعب يرجع يشتغل بحريه زي الاول والبوليس بيدور عليه. يعني هو كان بيشتغل في فوانيس رمضان، ما هو كان بيهرب سلاح، يعني متهدد في اي لحظه ومش فارقه كتير لو اشتغل وعليه حكم. المهم انه هو بره الحبس وبحريته يقدر يبيع ويشتري حتى لو بوسيط. طب وحسام بيه لو سألك عليه يا طاهر انت هتقول له ايه؟ انا ما اعرفش عنه اي حاجه. لا يا راجل، لو انت ما تعرفش ان دياب هرب وهم بيرحلوه من المحكمه. لا يعني سمعت زي اي حد، لكن ما اعرفش هرب راح فين. ولا لقم الفلاحين ده مش هياكل معاه. يالا انا زرعك وسطهم عشان تجيب لي معلومات، مش عشان تقول لي سمعت ما اعرفش. الحبتين دول من الخمسه دول انا اللي اخترعتهم يا باشا. انا مهما كان هناك حته خدام لا راح ولا جه، وهم لا يمكن يقولوا معلومه مهمه زي دي قدامي. لو انت مستنيهم لما يقولوها قدامك يا بني ادم، انت شغلتك ترمي ود تسمع تتقص وتيجي تقول لي المعلومه. شكلك كده طار كبرت وجلدك تخن على الشغل. ابدا والله يا باشا، بس انا كل اللي بسمعه هناك يعني معلومات ما تستاهلش اللي اقولها لك. وانت ايش عرفك يا حلوف تستاهل ولا ما تستاهلش؟ انا اللي اقول تستاهل ولا ما تستاهلش. اسمع يالا، فتح مخك معايا وركز في معلومتين تهب وتختص تجيبهم لي من تحت الارض. الاولانيه مكان الولد دياب،
التانية دليل إدانة على منصور، يا إما عملية جديدة يكون بيرتب لها علشان نمسكه متلبس ونخلص من الفيلم ده ونقفل القضية ونريح دماغنا بقى. أوامرك يا سعادة الباشا. تاخد بالك من نفسك، عشان لو حسوا بحاجة هيتبعوك. ربنا يجيب العواقب سليمة ويسترها يا سعادة الباشا. آمين يا رب. يعني مش عايز مني حاجة تانية؟ سلامتك. يعني أمشي؟ والله لو مش عايز تمشي ممكن تعوم. ها اختار واحدة منهم وعد لغاية ثلاثة. لا واحد. خلاص يا باشا. اتنين. خلاص همشي يا باشا. اخفى من وشي. خلاص والله مش عامل حسابي هعوم ازاي يعني. يلا يا باشا كتر ألف خيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام يا باشا. سلام اخويا. يوه ما تفضها سيرة بقى يا ولي. جاتك القرف انت وعاطف في ساعة واحدة. أنا مالي وماله؟ أصلك مش فاهم يا أخوي، الواد ده هيسفرني أطالي وهيشغلني كمان هنا. وانت يا معفن انت هتجيب فلوس للسفر منين؟ ايه ايه من البركة فيك انت بقى يا أخوي يا حبيبي. من ايه؟ ما ديك شايف يا أخوي الترعة جفت وبانت ضفادعها. عشان خاطر يا طه، عشان خاطر دول 20,000 جنيه، واوعدك اول ما ارجع بالسلامه هردهم لك الطقطقه. جاك 20,000 عقربه يقرصوك في لباليبك يا معفن. يعني مش ناوي تديني الفلوس؟ والله لو اتشقلبت قرد قدامي كده ماني مديك مليه محمر. ما كانش العشم يا ابن امي وابوي. الله يضغو غور من قدامي. اياك شديب يطلع ياكلك، ما يتفضلش منك غير الطقيه. اظن بقى مفيش احلى من كده. 4 ايام في البحر لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي دوت جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع هنا. مش سامع حاجه. انت سامعك وفهمك تقيل قوي يا حسين. سمعتين يا بنتي مش سامع حاجه. انت بتستهبل؟ حلف. والله رحت للدكتوره وقالت لي. يعني سلمى الصغيرة جاية؟ وهلعب بيها؟ هيبقى عندي يا الحمد لله. يا ما أنت كريم يا رب. الحمد لله يا رب. حب أم يا بحر. بس ممكن أروح أجيب حاجة. لا 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 لا، أنت تيجي هنا تعالي كده اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش في أي حاجة. يا ستي مالكيش دعوة. عايز تاكلي صح؟ أنا هعمل لك الأكل. يا ما أنت كريم يا رب. أوعي تلعبي في أي حاجة. حاضر. يا أبو سلمى الله أكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشانك داخلي انا هاخدك النادي. ابتدي منين بقى؟ جبنه عيش فاكهه يبقى في حلاوه الحمايه كمان دي بقى. عشانك داخلي انا هاخدك النادي وانت بسمع الارض الحمراء او الصفراء او الخضراء. والله هتبقى اب يا حسام، امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك. مع الف سلامه. ماما. ايه يا حماد؟ بركيلي. ابارك لك على ايه؟ سياده اللواء حمايه نقلي مع حسام اخويا الاداره. الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك. ده حسام هيفرح قوي بالخبر ده. وده انا هكلمه حالا ابشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض ابدا. ايه عشان البوتاسيوم ده؟ بوتاسيوم صح. ده اكيد بيعمل حاجه. تفاح اكيد بيعمل حاجه. يا محمد ده وقتك. الو يا محمد خير ان شاء الله؟ ما تحذر فزر كده. انا عاوزك في ايه يا سيدي؟ وده وقته. قول لي انت في ايه؟ سياده اللواء هاني نقلني معاك الاداره. المقدم حسام نجيب الهلالي نوط الشجاعة من السيد وزير الداخلية.
طالما مالك نامت بقى انا اروح المستشفى. يا ماما كنتي روحتي سلمت جايزه جوزك يا حبيبتي؟ جايزه ايه والنبي يا ماما؟ بس ادعي لمعتز يقوم بالسلامه، هي دي الجايزه الحقيقيه. بلاهي له حبيبتي، ربنا يقومك بالف سلامه يا رب. ربنا يخليك يا ماما، معلش بتعبك معايا. صباح السلامه. مود الشجاعه للرائد معتز عز الدين الحكيم، اتسلمها عنه المقدم حسام نجيب الهلال. تمام معتز، اخباره ايه النهارده؟ الدكتور لسه مطمنا عليه. هو مشي الدكتور؟ لا عنده مرور وهيجي تاني. من فضلك اول ما يوصل خليه يعدي. حاضر، تحت امرك. تمام تمام. طيب بس شكرا. ميدالية تشجيعية للنقيب محمد نجيب الهلال. باخت البطل اخيرا الهنا انشرفت. يا ساهر الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه وليك عين كمان تتكلمي حقا يعملوها ويخيلوا. لو سمحت يا ماما انا ما وجهتش كلام لحضرتك، انا بتكلم مع جوزي. اتكلمي بادب واعملي حساب لوجودي. معلش يا ساهر، الهاني نسيت ان انت ابني قبل ما تكون جوزها. انتوا ليه مصرين تعاملوني المعامله دي؟ هو انا قتلت لكم قتيل؟ لا يا حبيبتي، انت ما قتلتيش قتيل، بس اخوك البطل اللي انت رحتي حفله تكريمه هو اللي قتل لنا قتيله. اصمت، مش معقول، مش معقول الكلام ده. اصمت، اخرس خالص، ما اسمعش صوتك واتفضل خش نام جوه. يلا حاضر حاضر. اتفضل. حاضر. انت ايه اللي وداك حفله التكريم من ورايا؟ اولا لو كنت قلت لك ما كنتش هترضى، ثانيا دول اخواتي ولازم اشاركهم فرحتهم في يوم زي ده. بنت اصول بصحيح وتعرفي الواجب كويس قوي. انا برضو متربيه ومش هرد على حضرتك. انا راجعه تعبانه وداخله اوضتي. انت
ازاي تسمح لنفسك تتكلم معاها بالاسلوب ده؟ وانت ازاي تسمح لها تتكلم معايا كده اصلا؟ ما ترديش على سؤالي بسؤال، انا برضه جوزك. ما انت عشان جوزك كان لازم تحافظ على كرامتي وما تخليش حد يمسها حتى لو الحد ده كان مامتك. والله يا امي ما غلطتش. وانا كمان ما غلطتش. لا غلطتي، والغلط راكبك بين ساسك على راسك. يوه غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ عشان روحتي الحفله من غير اذن. احنا مش هنخلص من الموضوع ده، دي بقت عيشه زهق. والله عيشه لو مش عاجباك الباب قدامك اهو يفوت جمل كده. ازاي؟ انا هسيبهولك عشان ترتاح انت وامك. انت هتهدديني؟ مع الف سلامه. لا يا ماما، ده مش ساهر اللي انا اعرفه، ده اتغير معايا 360 درجه. معلش برضو يا شاهين، ده مهما كان جوزك يا حبيبتي ما كانش صح ابدا تسيبي البيت وتمشي. يعني ايه يا ماما ما سيبش البيت؟ ده هو ومامته عاملين عليا رباطين ومصرين ان حسام هو اللي قتل سلمى. بس بس الناس دي اتجننت ولا ايه؟ اسكتي اسكتي لحسن اخوكي صحي. يا شاهين تعيطي ليه؟ ما بعيطش ولا حاجه يا حسام. ليه وانا مش شايفك؟ ما حلو اهي وزي الفل يا حبيبي، مفيش حاجه. انتوا مصرين تخبوا عليا؟ انا مش شاطر عشان ماما، انا قاعد سامع كل حاجه من جوه. يا ابني كفايه اللي انت فيه، احنا مش عاوزين نزود همومك. اخر حاجه كنت اتخيل ان الناس دي تفكر كده. ربنا يهديهم يا ابني. مش هند، انا هاخدك ومروح لهم واقعد معاهم بنفسي وافهمهم كل حاجه، بس على الله يفهمهم. تعطيش ربنا يخليكم. يا رب يا سعادة الباشي أكون عملت المهمة زي ما أنت عايزها. أنت عملت اللي عليك وزيادة يا طاهر، ومن بكرة إن شاء الله تقدر ترجع شغلك تاني في البوفيه عندنا في الإدارة. بوفيه؟ بوفيه إيه يا سعادة الباشي؟ ده أنت سيادتك مواعدني إنك تثبتني على درجة. وأنا عندي وعدي، بس عندنا مشكلة صغيرة. مشكلة إيه دي؟ ما ينفعش اثبت واحد بصمجي يا طاهر. بصمجي ايه يا باشي؟ بصمجي ايه تف من بوقك؟ ده انا معايا اعداديه. ما تنفعش، يا اما مؤهل متوسط يا اما مؤهل عالي. ايه الحاجات الغريبه دي؟ يعني هو بعد ما شاف ودوه الكتاب؟ بقول لك يا طاهر انا مش ناقص وجع دماغ، روح ذاكر وخد لك شهاده وارجع لي، وانا عندي وعد ليك هثبتك ومكافئتك محفوظه. طب يعني يا باشا سيبك من موضوع الشهاده، خلينا في المكافئه. كام؟ باكوين. باكوين ايه؟ 2000 جنيه يا طاهر. 2000 جنيه ايه يا باشا؟ ده قبل خصم الضرايب. هي كمان فيها ضرايب؟ حق الحكومه تاخده ولا ما تاخدوش؟ لا تاخده. تاخده يا باشا، ده اني عينيا للحكومه، واذا كانوا مزنوقين في المبلغ خلوه لهم. انت هتجبي على الحكومه يالا؟ لا مش هجبي على حد يا باشا، بس يعني بصراحه المبلغ ده قليل قوي. ده ما يجيش حق الشاي والقهوه اللي انا شربتهم. ما يجيش حق المواصلات والتليفونات اللي انا هريت نفسي فيه. شكلك هتوجع دماغي. ايه يا باشا؟ قوم سعادتك. عندي خبر ليك مش كويس. معتز بتعيش انت. ايه؟ فين إيمان؟ احنا كنا عايزين نعزيها. تعبانة أوي مش قادرة تخرج من أوضتها. ربنا يصبرها، الصدمة كانت كبيرة. الله يرحمها. يا رب ويصبرك يا إيمان يا بنتي. ليه كده يا معتز؟ ليه؟ سبتنا أنا وملك لمين؟ هنعمل ايه من غيرك؟ روحي بتتسحب مني، عايزه اشوفك تاني، عايزه احضنك، عايزه اشتكي لك منك. انا بحبك قوي يا معتز، توحشني قوي. الله يرحمك يا حبيبي. مش كده قومي يا حبيبتي، الناس عايزين يعزوكي بره. مش عايزه يا ماما، مش عايزه اشوف حد.
بوس ايدك والله ما ادري يا ماما. والنبي يا ماما، والنبي يا ماما. قال لنا فن حياتك البائس. نقيب محمد الهلالي اخونا. بقى في حياتك يا فن. حياتك البائس. اتفضل. ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعه اللي حصل، قافله عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنه مهدئه ومفيش فايده. كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلم. ربنا يصبرك ايمان. ربنا صبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه اتشتمت بدري. انا اسف والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متاكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مره. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، إني أستاهل أكتر من كده. حسام، حسام، أنا بقول يلا بينا، يلا، يلا. معلش أنا آسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام إيمان. معلش الباقي في حياتك مرة تانية. شكرا. المعتز ومنيره فين يا عفيفه؟ انا اقول لك انا يا حاج، اصل بصراحه بقى معتز كده جم امبارح بالليل يا حاج عشان يطمنوا عليك، بس انت كنت نايم. وبعدين يا حاج ما انت عارف شغلهم بيبقى الصبح. يعني هم بخير؟ اطمن بخير، المهم انت تطلع لنا بالسلام. طب انا هطلع من هنا امتى بقى؟ منير بيقول الدكتور طمنه وبيقول احتمال تطلع بكره. منير ما تجيبي لي سيرته، قالتني ما خلفته ولا شفته ولا عرفته. الواحد لو كان ربى كلب كان طمر فيه. ايه ده يا حسام؟ ايه ده حبيبي؟ ما تعملش في نفسك كده، العمار بيد الله ومعتز عمره انتهى لحد كده. انا اللي قتلته يا ماما. ما تقولش كده يا حبيبي، قتلته ازاي بس؟ أنا لا بخرف ولا بقول كلام فاضي. معتز حاول يمنعني من قتل منصور البطاش، زقيته بعيد عني وقع من على الجبل مات. يعني قتلته ورملت مراته ويتمت بنته. بس أكيد ما تقصدش يا حسام، أكيد. النتيجة واحدة، مات. مات يا ابني يا حبيبي. ربنا رب قلوب، ربنا رب نيات، وبين عارف نيتك كويس قوي. وبعدين معتز ده مش كان صاحبك وحبيبك؟ يعني اكيد ربنا هيسامحك. ليه يا رب كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. سلمى راحت هي واللي في بطنها بسببي، ومعتز صاحبي واخويا راح برضه بسببي. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ اهدى يا حبيبي. اهدى يا حبيبي، اهدى. ما تعملش في نفسك كده، اهدى. اهدى ازاي بس يا عم؟ الله يرحمك يا معتز. الله يرحمك. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. لا 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 لا، ما تعملش في نفسك كده يا حسين عشان خاطري. لا يا حبيبي. ما تعملش في نفسك كده بقى. ما تعملش في نفسك كده. ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي. هتجنن يا أمي. معلش يا حبيبي معلش. إيمان عاملة إيه دلوقتي يا ماما؟
ايمان تعبانه قوي يا عمر، صعبان علي، الصدمه مخليها منهاره. طب انا هقوم البس واجيلكوا حالا. لا اوعى تيجي، ما تسيبش البيت للبت الرقاصه اللي هناك دي، لا تغير الكالون تستولى على الشقه واحنا ناقصين. حاضر يا ماما، خلي بالك من نفسك ومن ايمان لغايه ما نتقابل. باي. جوز اختك مات، احنا بقى قاعدين هنا بنهبب ايه؟ مش المفروض نبقى جنبها في ظروف زي دي ونعزيها؟ ايمان تعبانه قوي يا لولا، شكلنا كده هنأجل العزا كام يوم لغايه ما تقوم بالسلامه. ان شاء الله تقوم بالسلامه. واحد اتنين تلاته. ايوه بس كده في وش الباب وممكن ياخدوا رطوبي ويستهوا، خلينا هناك كده. سبعة تلاف سبعمية اتنين وستين وربع، فاضل لنا كام كده على 20,000 كده؟ يبقى فاضل كام يد يا ابو الكوامل؟ كده يبقى فاضل 12,238 الا ربع. هانت والله هانت وبانت يد يا ابو الكوامل. بكره يكملوا 20,000 وتروح ايطاليا بقى وتتمتع، بدل ما اني قاعد متعاص وعايش في الجل الكبيره دي. والنبي انا خساره في البلد، بس انا لازم اوفر كل قرش اتحصل عليه حتى لو حموت من الجوع. ايوه بس انا جعان. حلو الارنب دي، تعالى يا ولي ريجي جري عليك. طب اكله ولا بيعه؟ وانا هتحير ليه؟ انا اكل واحد وابيع واحد. ما تبصليش كده هون، انا مش مزركو، انا باخد حق من اخويا طاهر الاكلتي. العمر الطويل لك يا دياب. ثانكس. تلمي هاو از مستر البير؟ مستر البير بده يطمن عنك ويعرف شو اخبارك. طمنيه وقولي له الموج عالي شويه هاليومين. والحكم اللي عليك كيف رح تتصرف فيه؟ اطمني وخلي مستر البير يطمن كمان، وقولي له دياب بد منصور البطاش ما يتكسرش واصل. اوكي دياب، بكفي اني اطمنت عليك. اوكي كيب ان تاتش. باي يا ديدي، باي. حس انه دياب رح يبلش يشتغل معنا قريبا. وحكم الاعدام اللي عليه شو رح يعمل فيه؟ اكيد الرجال اللي عم يشتغل معنا عم يشتغلوا له على الموضوع. وافترضي ما زبطت الامور مثل ما هن بدهن، انت عارفه انه هو بيعرف